لبس العمة والككولة لإمام الأوقاف أن هذا لبس يدخل فيه الرياء لصاحبه وقد يكون ثوب شهرة؟ لا لا لا، أهم حاجة أن تكون الجبة وفق السنة، يعني أن يقصرها. ويا ليته لبس الككولة وجعل لها إيه ذؤابة يلقيها على ظهره، تبقى حاجة جميلة جدا زي إخواننا في الجماعة الشرعية، تبقى حاجة جميلة يعني.